السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا وسهلا بيكم. معاكم مدخس فاطمة مختار، وإن شاء الله هبدأ معاكم شرح منهج الترم الثاني من منهج كلوب دو لمنهج اللغة الفرنسية، وإن شاء الله نبدأ مع بعض بأونتين مبكيتها، نظرا لأن الشهر ده إن شاء الله امتحانك هيكون على الوحدة الرابعة. لو شهر إبريل هيكون امتحانك على الوحدة الرابعة، شهر مايو إن شاء الله يكون اختبارك على الوحدة الثالثة والرابعة بإذن الله. ولذلك هنبدأ مع بعض بشرح الوحدة الرابعة، وهنزل مع شرح الوحدة الرابعة فيديوهات عن الوحدة التالتة، ونمشي الوحدتين مع بعض بإذن الله. أونيتين مو كاتر، الوحدة الرابعة بعنوان لو كلوب دي ديكوراتور، يعني نادي مصممي الديكور. نعرف مع بعض على أهم الكلمات اللي جات في الوحدة ونحل عليها، وإن شاء الله شرح الجرامير كل ده معاكم. ويلا بينا نبدأ وبنبدأ مع بعض عن أهم كلمات الوحدة بتاعتنا، ونشوف مع بعض اللي هم مسكونا الكلمات المذكرة اللي جت عندنا. أول كلمة معانا un décorateur مصمم ديكور، un rendez-vous موعد، un petit déjeuner وجبة الإفطار، وطبعا ده الاختصار بتاعها، un élément عنصر، un lit سرير، un cadeau هدية، دي موبل أساس. متناوبك لينو فيمينا دلوقتي مع الأسماء المؤنثة، ديكوراسيون ديكور، أرموار دولاب، دومي أور نصف ساعة، ديسبوزيسيون نظام، سباس مساحة أو غرفة، بيس غرفة أو جزء، فونيتر شباك، غاجل قاعدة أو بتيجي بمعنى كلمة مسطرة، كوناكسيون حدث، ديز إتاجير أرف. نعبك لي فيرب دو نوتخونيتي أهم الأفعال في وحدتنا، بارتاجي يتقاسم أو يتشارك، ديكوري يزين، غوسونبلي أ يشبه لي، سلوفي ينهض أو يستيقظ، garder يرعى، respecter يحترم، s'inquiéter يقلق، attendre ينتظر، montrer يعرض أو يوضح، voir يرى، finir ينهي. Maintenant avec les adjectives أهم الصفات، adverb الأظرف سواء كانت مكان أو زمان، préposition حروف الجر et expression والتعبيرات اللي جات في الوحدة بتاعت seul بمفرده، ولو أضفنا لها ال e تبقى بمفردها للمؤنث، d'abord أولا، plus tard فيما بعد، prépare-toi اجهز أو استعد، on veut d'ensemble نظر عام، partie par partie جزء بجزء، plus que أكثر من، l'autre الأخرى أو الآخر، différent مختلف لو أضفنا لها الـ e تبقى الصفة في المؤنث، être bien installé على ما يرام، sur على، sous أسفل أو تحت، à côté de بجوار، avant قبل، après بعد، nouveau جديد، nouvelle ده جديد للمفرد المذكر اللي بادئ بحرف متحرك، نوفيل ده جديدة للاسم المفرد المؤنث، براتيك عملي، كونتون سعيد أو مسرور لو ضفت لها الـ e تبقى سعيدة، انسامبل معا، امبوسيبل مستحيل. نبدأ مع بعض بالأسئلة، وأول سؤال معايا في كتابنا، لي لونكار إت أوبسيرف لي فوتو بوي ريبون أو كيستيون، يلا نقرأ مع بعض الأنكار ونشوف الصور ونجاوب على الأسئلة. الولد اللي معايا بيقول جو مابيل توما، أنا اسمي توما، إي جي 16 أون عندي 16 سنة، طبعا جيم إي جو نيم با أو ديتيست بيحب وبيكره. يبقى هنا جيم بيقول جيم لستوار بيحب التاريخ لا سيونس والعلوم، ديتست بيكره لو باسكت الباسكت لو تنس والتنس. نبدا مع اول الاسئله، شوزي لا بون ريبونس اختار الاجابه الصحيحه. ت
توما اما بيحب ايه، الاستواغ ولا لو باسكت ولا لو تنس ولا لي مات؟ طبعا لو رجعنا للصورة، الاستواغ توما عنده كم سنة؟ طبعا لو قرأنا السيزون 16. توما اي دون موجود فين؟ دون زين شامبر، في غرفة ولا اون كلاس ولا فصل ولا اون لي بريري، مكتبة ولا اون بور الفناء، طبعا اون شامبر غرفة. Les trois photos sont les photos de quoi? Et les trois photos des garages. Elle est garage, ou le salon, ou le stockbell, ou le jardin, ou le hadaïk, ou le chambre. Taban, quelle est chambre? Vous dites, vous êtes ma caroette, un assez, un wasika, les kitabs en madrasi, ou en one hand, la première partie du document, le kroet gozel awan min wasika, vous répondez aux questions, ou bien vous répondez à la LSE. توما تليفون ماكسيم، توما بيكلم ماكسيم. توما بيقول له سالو ماكسيم، سافا، كيف حالك يا ماكسيم؟ بخير. كيسكو تو في، ماذا تفعل؟ ماكسيم بيرد عليه بيقول له سافا، بخير. جو فيان دو مو لوفي، يا دوبك لسه مستيقظ. الوغ تو يي بيان انستالي، انت على ما يرام. توما هيقول له Allo super, je viens de finir la décoration de ma chambre. Laissez-moi payer mon tanzime pour le fati. Tu veux venir? T'aimes tigui? Fa Maxime a dit impossible. Mustahil. Mes parents ne sont pas là. Ou les daïs là ils sont dans le bête. Je garde mon frère. Ana ba. Yani bakhod bali min akhouya. Thomas. Oh. Maxime ba. Ne t'inquiète pas. La taqlaq. Branche ta webcam. وصل الكاميرا بتاعتك او عرض لي الغرفه عن طريق الكاميرا. مي اتون، ولكن انتظر. جو برون مون بوتي ديجيني دابور، هتناول فطار الاول. راندوفو دون 30 مينيت، موعدنا خلال او بعد 30 دقيقه. توما هيقول له داكور. يلا نشوف الاسئله. شوزي لا بون ريبونس، نختار الاجابه الصحيحه. توما ا ماكسيم، توما تليفون ا ماكسيم، هل اتصل بي ولا انفوا عميل ارسل له ايميل ولا ان اكري تون لتر، كتب خطاب ولا انفوا اون انفيتاسيون ولا ارسل له دعوه؟ طبعا التليفون، كان بيكلم في التليفون. كي فيان دو ديكوري سا شامبر، مين كان عامل ديكوراسيون تاع الغرفه بتاعته؟ ماكسيم ولا توما ولا لو فرير دو ماكسيم ولا لو بير دو توما؟ طبعا كان توما. ماكسيم va prendre le petit déjeuner، سوف يتناول فطاره، ولا va prendre des photos، ولا يلتقط صور، ولا va acheter une webcam، ولا يشتري كاميرا، ولا va s'habiller، ولا هيلبس هدومه. طبعا va prendre le petit déjeuner، سيتناول فطاره. Numéro 4. Maxime ne peut pas aller chez Thomas. ليه مش هيقدر يروح عند توما؟ parce qu'il est malade، عشان هو مريض، ولا parce qu'il a rendez-vous، عشان هو عنده موعد، ولا parce qu'il garde son frère، ولا عشان هو بياخد باله من اخوه، ولا parce qu'il habite loin، ولا هو عشان عايش بعيد. طبعا اللي هي نمبر سي، parce qu'il garde son frère، عشان ايه؟ بياخد باله من اخوه. On va lire la deuxième partie، يلا نقرا مع بعض الجزء الثاني من الديالوج بتاعنا. Maxime est le plus grand que l'autre، انها كبيره مثل الاخرى. Thomas oui Et la disposition est différente. Ou كمان النظام مختلف. Le bureau est sur la fenêtre. المكتب تحت الشباك. Et l'armoire à côté du lit. Oui, الدولاب بجوار السرير. C'est plus pratique. دي حاجة أكثر عملية. Maxime, ils sont sympas. Les tiroirs sur les lits. إنها لطيفة أو شكلها جميل الأدراج اللي تحت السرير. توما إي كيسكو تو بونس دو مون موبيل دو سيستيم سولير، وإيه رأيك في الماكيت أو في المجسم للنظام الشمسي بتاعي؟ ماكسيم هيقول جادور، أحببته. إي سيت إتاجير، وهذا الرف. توما هيرد يقول سي أن كادو دو مي كرون بارون، ده هدية من أجدادي. Maxime هيقول له alors tu es content، انت سعيد. توما هيرد عليه يقول له oui، نعم. j'adore ma chambre، انا بحب غرفتي. en plus، وعلى ذلك، je préfère ce quartier
إلي بلو سامبا. أنا علاوة على ذلك بحب الحي اللي أنا عايش فيه، هو حي لطيف جدا. لا شوازي لا بون ريبونس، اختار الإجابة الصحيحة. دون لا شومبر دو توما، في غرفة توما، كاسكيليا أكوتي دو لي، كان إيه الحاجة الموجودة بجوار السرير؟ هل كانت لو بيغو المكتب، ولا ليتاجير الرف، ولا لارموار الدولاب، ولا لاشيز الكرسي؟ طبعا كان لارموار الدولاب. نمرو دو، توما مونتور سا شومبر أ ماكسيم أفيك، عرض غرفته على ماكسيم بواسطتي. لا كاميرا الكاميرا، ولا لا ويب كام الويب كام، ولا لاباغي فوتو جهاز التصوير، ولا لو تليفون بورتابل وسط تليفون محمول. لا طبعا كانت الويب كام. نمرو 3، ليتاجير ان كادو دو كي، كان هديه من مين بور توما لتوما؟ كان من دي بارون من والديه، ولا دي كرون بارون من جديه، ولا دي كوبا من اصدقائه، ولا دو فوازان من جاره؟ طبعا كان دي كرون بارون من جديه. توما دوموند ا ماكسيم سون اوبينيون سور كوا، طلب رايه على ايه؟ هل كان على الموبيل دو سيستيم سولير، على المجسم بتاع المجموعه الشمسيه، ولا لي تيغوار على الادراج، ولا لا شومبر، ولا على الغرفة، ولا لو كارتيي الحي؟ طب كان على لو موبيل دو سيستيم سولير، كان على مجسم المجموعة الشمسية. إلى هنا أعزائي الطلبة والطالبات، خلص درسنا اليوم. إن شاء الله انتظروني في الفيديو القادم في شرح لوسون نمرو 1، الدرس الأول من الوحدة الرابعة. كنت معاكم مدخلص فاطمة مختار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.